بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الدرس بتاع النهاردة يا جماعة حاجة من الحاجات اللي كانت بتعقد ناس كتير قوي، وكانوا بيشوفوها صعبة جدا لما بيشوفوها في الفيسبوك او في اي موقع، وهو البيكتشر مانيبيوليشن او الايمج مانيبيوليشن. ازاي بتتلاعب بالصور وتقطع منها حتة وتظبط فيها، رغم ان الموضوع بسيط جدا وهايف جدا جدا جدا. النهاردة انتم على موعد مع مكتبة ظريفة جدا اسمها بيلو، دي بتعمل لك كل ما تتخيله في الصور ببساطة شديدة جدا جدا جدا. طيب تعالوا مع بعض، اول حاجة نعمل انستول للمكتبة بتاعتنا الظريفة دي او الباكج الظريف ده، ونقول له بيب انستول بعدين بيلو بالشكل ده. زي ما انتم شايفين قال لي سكسسفولي انستول، نزلها عندي والحمد لله كله تمام. محتاجين نطلع منها ميثود اسمها image اللي بتتعامل مع الصور. هقول له from bill، اسمها bill هي، import image، بس كده. اول حاجة هتلاحظها هو الحركة اللي قلت لك عليها قبل كده. بص يا شباب unresolved import، لو طلعت لك الحركة دي وقلت لك في الدروس اللي فاتت، هقول له ببساطة شديدة جدا control b علامة اكبر من، وتكتب reload. ريلود ويندو دي هتعالج لك المشكله انه مفيش unresolved، الموديول فعلا موجود لكن ده باج في الفيجوال ستوديو كود. طيب حلو جدا الكلام ده. اول حاجه انا عندي صوره، جبت صوره بتاعت لعبه اسمها رينبو سكايز موجوده في الفايلز بتاعت البايثون عندي، تمام. هعمل ماي ايمج، ماي ايمج بيساوي الايمج ميثود بتاعتي دي دوت اوبن. دي اول حاجه عندي خالص ان انا بفتح الصوره بتاعتي قبل اي حاجه، اوبن ذا ايمج. خد بالك هو بيفتح الصورة عشان يقدر يتعامل معاها، جميل جدا. وادي المسار بتاع الصورة بتاعتي على دي بايثون فايلز جيم دوت جي بي جي، حلو جدا. قبل أي حاجة تعال نشوف الصورة، شو ذا ايمج من غير ما أعمل فيها حاجة، بس مجرد شو بس هشوفها بس. طيب ما أقول له ماي ايمج دوت شو، بس شفت الموضوع از بيس اوف كيك، مفيهوش أي مشكلة خالص. فتح لي الصورة أهي زي الفل والعسل وكله تمام والحمد لله. طيب الباكج او الموديول بتاعنا بيعمل شغل عالي جدا جدا جدا. ممكن تقطع حته من الصوره، ممكن حته تقطعها دي تلفها، ممكن تعمل اي حاجه تتخيلها في الصوره بسهوله شديده. طيب تعالوا مع بعض كده نستخدم حاجه ان انا اقطع حته من الصوره، احط له مثلا بوزيشن معين وويدث وهايت يقطعه لي من الصوره على سبيل المثال. طيب دلوقتي انا محتاج احدد البوكس اللي انا عايز اقطعه. على سبيل المثال انا هعمل كروب، هطلع جزء من الصوره، فمحتاج احدد البوكس والابعاد بتاعتي، اسميه ماي بوكس او ماي مثلا كروبد ايمج. محتاج اعمل حاجه اسمها ماي بوكس. ماي بوكس ده هيبقى الجزء اللي انا هقطعه من المكان اللي في الصوره، واحط هنا مثلا صفر بعدين صفر بعدين 400 بعدين 400، وافهمكم دلوقتي كل الكلام ده معناه ايه بس بعد ما اعمل النتيجه. بعد كده بعد ما خلصت خالص هقول له ماي نيو image بتساوي الايمج البوكس مثلا. البوكس ده انا هحطه في الفانكشن او الميثود اللي اسمها كروب، هقول له هنا ماي ايمج، دي الايمج بتاعتي اهي. بعدين هستخدم ميثود اسمها كروب اللي بتقطع حته من الصوره. كروب دي طالبه مني البوكس اللي فيه الابعاد اللي انت عايز تقطعها، فهقول له اهو اتفضل ادي ماي بوكس. خلصت خالص؟ اه خلصت خالص تمام. النيو ايمج بتاعتك فين؟ اهي. هكتب هنا شو ذا نيو ايمج، ادي الماي نيو ايمج دوت شو، وهخليه يعمل شو كمان للقديمه عشان الاثنين يبانوا مع بعض عشان تشوف الفرق. زي ما انتم شايفين دي الصوره العاديه ودي الصوره المقطوعه اهي. طيب الارقام يا شباب اللي هو انا كتبتها دي معناها ايه؟ 00400. بصوا يا شباب كده ده التوتوريال الموجود في الموقع بتاع البيلو. ده البوكس بتاعك بيطلب منك الليفت والابر والرايت واللور. ليفت وابر المسافات بتاعتك على الصوره من ليفت قد ايه؟ لو جيت مثلا قلت له ليفت 100 فهيجي مثلا هنا، وتوب 100 هيجي مثلا عند الحته دي بالماوس. بعدين يمين 400 يبقى انت بتقول له من هنا لحد اليمين، من فوق مثلا 400 يبقى من فوق لحد تحت. بتقطع كده جزء على الصوره بالابعاد اللي انت بتديها له دي. طيب لما انا جيت قلت له 0 0 عمل ايه؟ جابها لي من فوق خالص خالص اللي هي من الكورنر ده، و400 يمين و400 تحت، فقطع لي بوكس كده يا شباب 400 في 400. طيب حلو قوي الكلام ده وجميل جدا. طب لو عايزين نعمل تجربه ثانيه يعني تكون ظريفه كده في النص عشان نتاكد ونكمل، هقول له مثلا من على الشمال مثلا 300 مثلا بيكسل، ومن فوق 300، وهنا مثلا هتبقى 800، وهنا هتبقى 800. يعني 800 من على اليمين، 800 من فوق، و300 من على الشمال ومن فوق، يعني البوكس النهائي اللي هيطلع هيكون 500 في 500.
تعال نقول له اقفل دول بالشكل ده واقفل دي كمان واقول له اتفضل. اول صوره عندي عاديه والثانيه اللي هيقطع لي منها زي ما انتم شايفين اهو قطع لي تقريبا من اول الحته اللي هنا دي بالشكل ده. طبعا يا جماعه انا الدرس ده مش عن الايمج مانيبيوليشن عموما، الدرس ده عشان اقول لك ان في حاجه اسمها كده وبتعمل كده عشان تكون عارفها. المكتبه دي او الباكج دي بتعمل حاجات عظيمه جدا جدا جدا. ممكن يكون عندك صوره عايز تخليها ابيض واسود، مش تخليها بسي اس اس مثلا زي ما بيحصل في الويب، لا تخليها فعلا ابيض واسود وتسيبها في مكان تاني. ممكن تحول صوره من نوع لنوع. انا هبص معاك كده على شويه توتوريالز بسيطه في الموقع عشان اوريك قد ايه الموضوع ده عظيم. عندك حاجه اسمها رول، ان هي ممكن تلف الصوره، ممكن تعملها كروب، ممكن تنقل صوره من مكان لمكان، ممكن تعمل كل ما تتخيله، ممكن تحط صوره جنب صوره وتطلع منهم بصوره ثالثه، ممكن تعمل حاجات كتيره جدا. ممكن البرايتنس بتاع الصوره، الكونتراست بتاع الصوره تتحكم فيه، تزود البرايتنس ممكن بسهوله. لو جينا على مثال هنا زي اللي انت شايفه ده، بتحول الصوره من مود لمود، فكاتب لك هنا انا عايز احول ايمج كونفرت ال. تعال نجرب الموضوع ده، تعال نشوف مع بعض. هنا دي الماي نيو ايمج مثلا، عايز اقول له ان انا عايز اعمل صوره جديده خالص او نسميها مثلا ماي كونفرتد ايمج مثلا او ماي كونفرتد مود ايمج على سبيل المثال. هنا هو طالب مني الصوره وبعدها في فانكشن اسمها كونفرت وبتقبل ال ال دي. طيب يعني هقول له دلوقتي ان انا عندي فاريبل اسمه ماي كونفرتد مثلا بيساوي ماي ايمج، ادي الماي ايمج، بعدين دوت كونفرت ال، دي الماي كونفرتد، وبعد كده هقول له لو سمحت اطبع لي الماي كونفرتد دي دوت شو، اشوف الكونفرت ده عمل فيها ايه دلوقتي بعد ما جاب لي الصوره. طيب الصوره الاصليه اهي والكونفرتد اهو اخر واحد، سيبكم من في النص دي، حولها لي زي ما انتم شايفين لجراي سكيل اللي في النص ده طبعا يا شباب اللي هي دي الصوره اللي انا عملت لها كروب، ودي المود، المود اتحول لجراي سكيل اللي هي الصوره ابيض واسود. طبعا ممكن تعملوا حاجات عظيمه جدا 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 بالمكتبه دي. لازم الموقع ده يكون معاك، مفيش ولا فيديو ولا اتنين ولا تلاته هيكفوا ان انت تتعلم البيكتشر مانيبيوليشن او التلاعب بالصور، لانه الموضوع مليان اوبشن. خدوا بالكم مليان اوبشن مش مليان صعوبه، الموضوع هايف جدا ومخدش مننا تلات دقايق زي ما انتم شايفين عشان نلعب في الصوره براحتنا خالص. طيب يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم.